معانا النهارده حبيبي كابتن شريف عبد الفضيل المدرب العام لفريق 2007. ازيك يا كابتن شريف، اخبارك ايه؟ الله يخليك يا اسامه، انا مبسوط جدا بوجودي معاك النهارده وانا بحييك على البرنامج الجميل بتاعك ده. مشرفنا ومنورنا النهارده والله. ربنا يخليك يا رب، شكرا قوي. قول لي بقى، اللعب اسهل ولا التدريب؟ لا اللعب طبعا. لعبه؟ اللعب طبعا يا اسامه، انت يمكن لعبنا مع بعض كتير وشفنا قد ايه اللعب بيبقى دايما اللعيب بيبص لنفسه بس. يعني دايما اللعيب بيبص لنفسه وما بيفكرش غير في اللعيبه زمايله في حاجات معينه، انما المدرب بيفكر في الفرقه كلها، في لعيب لعيب، في اللي بره ال 18 واللي جوه ال 18 واللي بره خالص. بتتكلم على طريقه لعب، بتتكلم على حياه عامه، بتختار كل لعيب على حده لوحده، بتبقى عايز تطوره. لا انت بتتكلم اللعيب حاجه ودماغه والعقليه بتاعته حاجه والمدرب حاجه تانية خالص. انت متولي دلوقتي يا كابتن شريف 2007 مدرب عام، قول لي بقى الجهاز الموجود معاكم كله. طبعا انا معانا كابتن تامر حفني هو المدير العام للبراعم، هو معايا كابتن عبد العزيز هو المدير الفني، ومعايا كابتن عبد السلام برضو مساعد معانا ثالث الحمد لله، وفي طبعا كابتن جمال السيد مدير البراعم. فكل دول الحمد لله منظومه كامله. طبعا معانا كابتن فتحي مبروك رئيس القطاع كله بيشرف على القطاع العام. بصراحه يمكن اسامه احنا من بدايه السيزون عايز اقول لك انا فعلا الموضوع شاق حقيقي، انا كنت فاكر الموضوع اسهل من كده شويه. يمكن هنبتديها مثلا من ايام الاختبارات. كنا بنصحى الساعه 5 الفجر بنقعد، بيجي لنا الاف يوميا يا اسامه، ومنبخلش على اي حد، وقد ايه الدور كان مهم لكل مدرب كان موجود، وقد ايه كان في تنظيم. انت لو كنت تيجي الناس كنتوا بتبقوا متواجدين الصبح وتشوفونا قاعدين كل مجموعه تحت كل مظله تحت كل منتظرين كل سن معين في مكاننا. لا يعني حقيقي الكابتن فتحي مبروك كان يوميا معانا، يوميا متواجد بشكل يومي. بنروح الساعه 6 الصبح بنخلص الساعه 4:30 العصر. في الفترة دي كلها بتشوفوا لعيبة؟ ده كل دي يا اسامة بقول لك بيجي لنا الوف. انا اتفاجئت. عارف انت انا كل ده كان فترة، طبعا دي حاجة جديدة عليا انا. لسه طبعا مخلص كرة قدم معتزل فدخلت مرحلة جديدة. اتفاجئت باللي احنا شايفينه دوت. موضوع متعب جدا، انت بتقعد وبعدين بقى الاهالي قاعدين بره كمان على الخط مراقبينك. انت بتتكلم. طب زي ما انت اتفاجئت احنا بقى هنفاجئك دلوقتي مخرجنا دكروري محضر لك حاجه دلوقتي. دكروري دايما معودنا على المفاجآت. يعود بالسلام ان شاء الله ويرجع زي ما كان ان شاء الله وافضل باذن الله يعني، واحنا سعداء جدا بوجوده معنا ان شاء الله. مش لاقي غير دي دكروري. هو ما ردش ليه وقتها؟ لا بركات؟ لا اكيد مش عاجبه الكلام. لا بركات انت عارف محمد بركات طبعا. حد جميل وكان سيد، هما الاثنين كانوا الدويتو المعروف سيد معوض ومحمد بركات. بركات من الناس اللي كانت قريبه ليا جدا في الفتره دي، ودايما كان انت عارف طبعا بيحب يهزر ودايما افهاته كتيره الموجوده بركات كان معودنا عليها يعني. واحنا بنتكلم عن فتره الاختبارات كنت بتروح من الساعه 6 الصبح وبتمشوا الساعة 4، فترة كبيرة انك بتتفرجوا على لعيبة وبيتم انتقاء لعيبة في كل الاعمار السنية. حضرت بقى فترة انك نزلت المحافظات ولا ما يعني ما كنتش رحت المحافظات؟ لا طبعا انا ما كانش مسموح لي ان انا اروح المحافظات لان دي بتبقى بتتطلب نوعية معينة من المدربين، وكانت دي كانت توزيعة من الكابتن فتحي مبروك. طبعا هو اللي قايم بيها. كان موزعنا بشكل كويس جدا، فطبعا انا كنت بعيد عن الموضوع ده. فانا كنت متواجد في الاختبارات اللي هي متواجده هنا في نادي اهل مدينه نصر. تمام. والحمد لله كنت يمكن حوالي 15 يوم 14 يوم بالظبط. تقريبا جيتهم كلهم يعني. كويس.
الاختبارات بقى افرزت لعيبه كويسه يعني تم انتقال النادي الاهلي؟ اه طبعا. بص يا اسامه، الحمد لله يمكن انا فريقي فيه داخل على ال 60 لعيب. ما شاء الله. عارف يعني ايه 60 لعيب؟ 60 لعيب. طيب انا يبقى ده معناه ايه؟ ان احنا في النادي مش انا لوحدي، جميع الفرق بتلاقي الاعداد فوق العدد الطبيعي اللي انت تاخده. ليه بقى؟ لما بتلاقي عندك موهبه. فانا حرام ماشي واحد موهوب، طب انا ليه؟ ما انا ممكن اجيبه واديله فرصه ثانيه وثالثه، وبيجي لي اختبار مره واثنين وثلاثه، ده موجود معايا ومضيع عقود متواجد معايا بشكل رسمي. تمام. وبعمل له تطوير في مستواه، وبزوده كمان ان هو يتمرن مع نفسه بره في النادي اللي جنب بيته، لان طبعا معظم الاولاد بيجوا لنا من محافظات بعيده. فطبيعي طبعا انا مش هقدر اوفر لهم السكن، لان دي اولاد صغيره. الصغير ده صعب. بعيدا عن اي مسؤوليه يا اسامه، ما ينفعش ابقى انا مسؤول عنه. فدايما الولد يبقى عليه رقابه من اهله افضل. يبقى متواجد في المحافظه بتاعته ويتمرن، زائد التمرين اللي هيبقى موجود عندي كمان. الصوره دي كانت ايام الاختبارات. طبعا كان معانا كابتن رمزي وكابتن فتحي، كنا يوميا بالمنظر اللي انت شايفه ده. متواجدين تحت المظلات وبنتوزع، وكان كل كابتن فتحي مبروك ما كانش بيقعد على فكره، يمكن على طول. هو ما زال دلوقتي، انا لما بنجيب تقارير وبنجيب بنصور الملعب دايما تلاقيه مساند مع كل فرقه في السفر، دايما بتلاقيه ورا كل فرقه، حتى في السويس في اسكندريه في كل مكان. ده حقيقي كابتن فتحي، انت عارفه دايما نشيط وبيحب التنس قوي زي ما انت عارف. فهو ما شاء الله عليه، ربنا يديله الصحه يعني، ان الناس بنحتذي بيه لان هو من الشخصيات الجميله يعني. فيمكن هي الفتره دي كلها كانت يعني فتره الاختبارات دي. تمام. كانت يعني انا فرقتي فيها ما يقارب 60 لعيب. ما انا في حته 60 عشان الناس بس تفتكر عدد كبير. انا يعني هشرحها ببساطه كده وهسيبك طبعا تستفيد فيها. دايما عشان يبقى عندك قطاع ناشئين قوي لازم تبقى القاعده قويه. القاعده هي مدرسه الكوره والبراعم، حط فيهم اعداد كبيره وسجلهم عندك، وبعد كده بيبدا الهرم يعني، الدنيا بتقل بعد كده في فرق في الاعمار السنيه الاكبر، بيبتدي العدد يقل، لان انت خلاص بتبتدي اصلا سنك يكبر، فهتبتدي تشوف مستقبلك يا اما لو مش هتقدر تستمر بتروح مكان تاني تستمر فيه. تمام. احنا عندنا الاعداد الكبيره، العدد برضه لازم نفصل للناس النقطه دي. احنا متاح عندنا ان انا اسجل لعيب كل شهر، اول اسبوع في كل شهر. القطاع عندي في البراعم عندنا متاح عندي في التسجيل ان انا اقدر اسجل لعيب كل شهر. كويس. فده بيديني اريحيه اكتر، فانا مش هقدر اسجل مثلا اكتر من 2 لعيبه كل شهر، مش هقدر اضخ لعيبه كتير. اللعيب المميز زي ما بقول لك بنقربه للفرقه، يبتدي يتمرن معانا بيتطور. طبعا لعيب النادي الاهلي حاجه، اللعيب بيجي لي اختبار بيبقى حاجه ثانيه خالص. تمام. خلاص. فعشان يخش معانا ويندمج مع اللعيبه اللي موجوده ويصل لفورمه ماتشات، فورمه لياقه، اللعيب يبقى عنده القدره انه يتواصل مع اللعيبه اللي موجوده. تمام. بياخد وقت، فانا بوفر له ده وبقدر اساعده على ده. التعامل مع اللعيب اصلا ده حاجه ثانيه خالص. في السن الصغير ده اللي هو 11 سنه 12 سنه ده قصه ثانيه خالص يا اسامه. محتاج انا ده هاجي لها بقى طبعًا. عشان المعايشه اللي انت عملتها طبعًا. ويعني الاستفاده اللي استفدتها عشان تقدر تتعامل مع ولد صغير لسه 8 سنين و9 سنين و10 سنين، دي طبعا مش مهمه سهله، مهمه صعبه طبعا. جدا. عايز اكلمك عن معانا المعايشه دلوقتي يا كابتن شريف، وانت كنت في هولندا عملت معايشه في اياكس واندهوفن صح؟ اندهوفن الهولندي. رحت اندهوفن الاول طبعا. الناس هناك كل حاجه بنظام يا اسامه، كل حاجه بترتيب. انت طبعا كنت موجود في المانيا قبل فتره، بايرن ميونخ. وشفت قد ايه الناس دي منظمه في حياتهم وقد ايه منظمين في كل حاجه. ده اندهوفن الهولندي طبعا. كلمنا بقى على الصور، اشرح لنا يعني عايش الناس دلوقتي التجربه اللي انت عشتها لحظه بلحظه. دي طبعا بتبقى المداخل اولا بتاعت عندهم الاكاديميات والبوابات عندهم بتاعت كل ده، بوابات مش الاستاد كمان، ده انت بتتكلم في النادي نفسه، الاكاديميه الاطفال عندهم. طبعا ده نادي اياكس. اياكس. تمام. دي البراعم اللي موجوده هناك في نادي اياكس الهولندي، ومدارس الكوره عندهم طبعا. خلي بالك انت اخترت ناديين طبعا يعني مصنع للابطال في اوروبا كلها، بالذات اياكس واندهوفن. اياكس الهولندي كمان يا اسامه في ميزه، لان هو على مر العصور معروف ان اياكس ابرز نادي في العالم بيبرز ناشئين، بيصدر. صح. خلاص. ولو تلاحظ ان هو ما بيجيبش لعيبه كبيره يدفع فيها فلوس ضخمه، الاستثمار ده قل. الاستثمار بتاعه الحقيقي من قاعده الناشئين عنده. تمام. وهو اللي بيصدر. تمام. يعني هو بيغذي الفريق الاول عنده وبيقدر يصدر، عشان كده ده كان اختياري. انت كنت هنا بتتكلم ايه بقى؟ ده سكن تيم. بتتكلم هولندي ولا بتتكلم بتكلم هولندي؟ هم طبعا بيتكلموا الماني شويه. انا عارف الالماني بتاعك كويس. مالي جوتسيا. طبعا عندنا شويه الماني صغننين كده اتعاملنا بيهم. لا طبعا بيتكلمنا انجليزي معاهم. الالمان مريحين شويه غير الهولنديين، مريحين غير الالمان شويه. الهولنديين يقدروا يتكلموا انجلش معاك، الالمان لا، ما يرضاش يتكلم خالص. ده الصوره دي متحف في قطاع الناشئين؟ ده طبعا لا، ده متحف فريق اياكس الفريق الاول. دي طبعا الكاسات اللي هم حصلوا عليها وخدوها.
خلاص انا طبعا من شويه كنت موجود في الملاعب اللي هي اللي تحت طبعا ملاعب الاكاديميات عندهم والبراعم والناشئين والقطاعات، وعشت معاهم وشفت ازاي المدرب الكوتشنج بيقدر يتكلم معاهم. طبعا فرق عندهم امكانيات مهوله، موارد بشريه، الحياه الطبيعيه الموجوده هناك بتاهلهم لده. عندهم كل الوسائل الراحه عندهم موجوده، المناخ بتاعهم جميل جدا، طريقه التعامل نفسها مع الولاد ازاي اقدر اتعامل مع الولاد. طبعا ده كان في ماتشنج شغال وده مجموعه من اللعيبه اللي كانت موجوده طبعا السكن تيم بتاع فريق اياكس نفسه. تمام، بس انا بحييك على التجربه دي يا شريف، انك يعني تبتدي انك وانت ماشي في مشوارك التدريب انك عايز تنمي او يبقى عندك خبرات كبيره من خلال المعاشات دي. بص ده سامع انا ده طبعا ده نادي اياكس، طبعا ده بي اس في اندهوفن الهولندي. انا طبعا حته بص يا سامع، انا طالما دخلت في الكارير وكمان ده الكارير بتاعي تمام، خلاص انا دلوقتي دخلت مرحله جديده في حياتي، مرحله التدريب. خلاص الحمد لله انا ببدا خطواتي ببداها صح. تمام، لازم تتعلم وهفضل طول عمري اتعلم. انا بدات اتعلم، مش هروح بقى مثلا انا عايز امسك فريق اول ولا عايز امسك هنا يبقى انا كده بضحك على نفسي، يبقى انا مش هتعلم حاجه. لازم تبقى لازم لما تيجي تتطور او تطور من نفسك لازم تطور من نفسك انت الاول. تمام، في تعليم كل حاجه بالذات في مجال شغلك. يعني دايما انا بحب لما حد يجي يناقشني في حاجه انا ما اعرفهاش ما بحبش اتكلم فيها. يبقى انا لما هاجي اتكلم في الكوره يبقى اجي اتكلم صح. تمام، يبقى انا بدات الحمد لله مرحله صح ان انا ابدا تطوير من نفسي الاول واتعلم. تمام، لغايه اسامه لما هتكبر فينا الحياه دي كلها هتتعلم وتجارب فيها. فده كان اهم حاجه عندي ان انا ان شاء الله ابدا المرحله دي صح، وان شاء الله الفترات الجايه يبقى عندي ان شاء الله هنظم حاجه ان شاء الله في فرنسا وحاجه في اسبانيا باذن الله، ان شاء الله معاشات اللي جايه باذن الله، وان شاء الله في مراحل تطوير اكتر من كده باذن الله، وكمان هفيد القطاع عندي في النادي الاهلي. كان الحمد لله بعد ما رجعت كمان اتكلمت مع الكابتن تامر حفني مدير عندي البراعم، مع الكابتن زيزو، واتناقشت معاهم في بعض الامور في الحاجات التدريبيه في الشكل العام في التنظيم بتاع اللعيبه، ازاي اغذي اللعيبه بفكر جديد وحديث، ازاي اقرب من اللعيبه اخليه يحبني الاول عشان يقدر يديني. تمام، اللعيب الكوره مهم جدا، المدير الفني لازم يفهم ده. مش لازم اعنفه. تمام، امتى اعنف وامتى ابقى لين معاه؟ صح، الكوره دي لازم لعيب الكوره ده نفسيه. لما ابتدي افهم لعيب الصغير ده من السن ده يعني ايه نفسيه واحببه اصلا في الكوره، ان هي مش موضوع ان انت اجيبك ساعتين امرنك وتمشي وخلاص. صح، كره القدم مش كده يا اسامه. الحمد لله عندنا في النادي الاهلي بيقدروا ازاي، مش انا بس، كل المدربين الموجودين بقياده طبعا كابتن فتحي وكابتن جمال السيد وكابتن تامر حفني بيزرعوا ازاي جوه المدربين الموجودين ازاي تتعامل مع اللعيبه بشكل كويس، ازاي نمره واحد لما تيجي تتعامل مع لعيب بتعامله ان انت جوه النادي الاهلي. حب النادي الاهلي دي نمره واحد، بتزرع فيه الحاجات دي انت النادي البطل. ان انت اي فرقه بتلعبها انت بيبص لك على انك النادي الاهلي. تمام، انت مش في، انت في اكبر نادي في افريقيا. فده يعني نمره واحد في المقام الاول. نمره اتنين بقى وسائل التعليم، وسائل التطوير، وسائل التعامل، ازاي اطور من نفسي في الملعب، ازاي اطور من ادائي انا كلعيب، وظيفتي ايه في الملعب، المهام بتاعتي جوه المستطيل الاخضر ايه. انا مثلا بلعب، احنا عندنا بنلعب مرحله لسه 8 ضد 8. خلاص ما تيجي النواحي الامور التكتيكيه في الملعب مختلفه شويه عن المراحل الاكبر. تمام، خلاص يبقى انا مش بدوروش دلوقتي قوي على النواحي التكتيكيه قد ما بطور منه هو على النواحي الفنيه بتاعته. تمام، ان هو ازاي يتطور، ازاي يطور من مستواه الشخصي، ازاي يطور من التطوير عنده من النواحي الدفاعيه والهجوميه. تمام، المهارات عنده، القوه الجسمانيه عنده، ازاي يطور من القوه الجسمانيه بتاعته، ده شيء مهم جدا. وخلي بالك الرساله بتاعتك هتوصل للولد الصغير، خاصه انت لسه معتزل، يعني اسم الشيف عفضيل اسم كبير، وحتى ممكن الولد تكون شافتك، فحتى المعلومه اللي هتقولها هتوصل على طول للولد الصغير. بس انا بحييك يا شريف انك انت يعني مش مستعجل. في ناس بتبتدي في التدريب بتبقى مستعجله بسرعه، لكن انت انا يعني بحييك انك انت عايز تتعلم، عايز تبدا صح وتبدا خطوات يعني تدريجيا. اتمنى لك التوفيق. عايز بقى اكلمك عن علاقتكم مع الكابتن تامر حفني وكابتن جمال السيد. لا كابتن جمال، يمكن انا في بدايه الكلام قلت لك كابتن فتحي مبروك، كابتن جمال، كابتن تامر، الثلاثه دول بصراحه بان ده من بدايه الاختبارات قد ايه الناس دي بتتعب معانا، قد ايه الناس دي كل واحد بيحب شغله، قد ايه الناس دي ما بيدوروا على المؤسسه او قاعده الناشئين ان شاء الله يطلعوا اقوى لعيبه موجوده عشان يدعموا الفريق الاول. انا نمره واحد عندي ايه؟ اولا ان انا بطلع ناشئ كويس اقدر ادعم بيه الفريق الاول، واقدر ان شاء الله بعد كده في المراحل اللي جايه ان انا اللعيب ده استفيد منه. حتى لو مش هيطلع عندي فريق اول انا ابتدي اسوق. دي المرحله يا اسامه اللي لازم ان شاء الله نفكر فيها كلنا، ازاي اسوق الناشئ اللي عندي. ما انا
خلينا نكون واقعيين، احنا عندنا الفريق الاول مش هيحتاج اكتر من 3 4 لعيبه كل سنه، لو لقينا 8 لعيبه كويسين لو انت طلعت 3 لعيبه ده يبقى مكسب كبير. بالظبط، لو لو انا عندي 8 لعيبه كويسين جدا هيقدر اغذي بيهم فريق اول؟ اقدر. طيب عندي لعيبه اكتر من كده هعمل ايه؟ لازم ابتدي اسوق بقى في اللعيبه دي. والحمد لله ده كله محطوط في بلان عندنا في قاعده الناشئين ان شاء الله ان انت تطور. الكابتن جمال السيد وكابتن تامر حفني بيتعبوا معانا جدا، قايمين بدور مهم جدا. لو تلاحظ في كل تدريبه موجودين الاثنين، موجودين في قلب الملعب في كل تمرينه مع جميع الفرق بنشوف عليها. كابتن تامر حفني بيتعب معانا جدا في الملعب بصراحه، بيجي اول واحد وبيمشي اخر واحد لان هو طبعا ملتزم، لان هو بيجي مع الفرق الاصغر فبيجي بدري شويه، مع 2008 وفي موجود مع 2007 وموجود مع 2009 و2010 كمان متواجد معاهم و2011 يعني انت متخيل. فهو متواجد مع كل الناس دي، انا بصراحه بحييه على المستوى الرائع اللي بيقوم بيه لان هو فعلا بيتعب جدا معانا. عايزين نتكلمك بقى على 2007، انتوا متصدرين في دوري المهرجانات صح؟ الحمد لله، احنا يمكن احنا اول مجموعتنا بفرق كبير عن الفرق اللي ورانا، احنا لسه في دور تاني ان شاء الله بقى هيبقى مجموعات تانية. تمام. بعد فتره التوقف طبعا. الحمد لله احنا ماشيين اول، كل الماتشات كسبناها باستثناء عملنا اول ماتش وتاني ماتش تعادل، كان مع اتحاد الشرطه والجيش. مظبوط، تعادلنا اول ماتشين. طبعا كان لسه الاولاد لسه صغيرين لسه ما فهموش تكتيك. كان اتحاد الشرطه ودجله، اتحاد الشرطه ودجله تعادلنا مع الدجله. مظبوط، دجله تاني ماتش واتحاد الشرطه اول ماتش، وبعد كده كسبنا بقى الحمد لله بقيه الماتشات كلها. تمام، بنتائج كبيره. بدانا بقى نمسك الاولاد نشوف العيوب فين بتاعتهم، لان طبعا اول ماتش دايما اسامه بيبقى تشوف شخصيه اللعيب في الملعب اللي قدامك. تمام، اتفاجئت طبعا ان في بعض اللاعبين عندهم خوف شويه، بيخافوا من الضغط. الاقي لعيب مثلا وانا جنبه على الخط بيخاف، خايف هنا، لما بيروح الناحيه الثانيه بلاقي مستوى حاجه تانية خالص. دي شخصيه لعيبه يا اسامه، وانت محتاج تدرس ده، محتاج تفكر انت كمدرب صح انا هتعامل مع اللعيب ده ازاي بقى، هو عنده قدراته عاليه جدا. فاجي لما بيلاقيني جنبه على الخط بيخاف، اما بيروح الناحيه الثانيه بلاقيه واحد تاني خالص. يعني انت دلوقتي النهارده عايز تقول لي ان الصيغه في ان انا اكلم الولاد لازم يبقى تشجيع كله في المراحل السنيه الصغيره دي، تشجيع وتوجيه. ان انا اوجه قصدي انتقد الولد ده ما ينفعش، ممكن تعمل عنده حاله نفسيه صعبه في المباراه وتلاقي اداؤه اختلف، لكن التشجيع وزي ما انت بتقول ان انا التوجيه ده مهم جدا. المرحله السنيه دي يا اسامه مهمه جدا فيا مع حاجتين، اولا الناحيه النفسيه مع اللعيب وان انا اعلمه. اعلمه، يعني انا بعد ما اعلمه كويس قوي هتعامل معاه نفسي بشكل كويس قوي، هتفرق مع اللعيب، هيديك 100% اللي عنده. كويس. مجرد ما في حب اللعيب هيلعب عشان بيحبك. تمام. فاهم، ودي حاجه مهمه جدا، والحمد لله انا قريب من الاولاد كلهم، انا بعملهم اكني اخوهم الكبير. فالحمد لله انا بحبهم جدا يعني. خلي بالك هي دي الصعوبه في المراحل السنيه الصغيره، المدرسه والبراعم، ان انا ازاي اعامل الولد الصغير ده نفسيا، ازاي اوصل له لتفكيره. هي دي النقطه المهمه جدا في تدريب البراعم ومدرسه الكوره. بص الحمد لله يمكن انا عندي شايف الكابتن فتحي معروف طبعا ما بيبطلش زي ما انت شايف الملعب. ما انا بقول لك نازل ملعب مع الولاد كمان، هو كابتن فتحي طبعا مع على طول كده بيشرف على البراعم كلهم وبيمارس اللعبه زي ما انت شايف، وبيحب يبقى متواجد وسط الولاد وبيتكلم مع الاهالي دايما وبيشاورهم ويشوف المشاكل ايه ودايما لان انت عارف الاهالي دايما اسامه بيبقى فيه نقد لازع. انا في حصل موقف قدامي بالمناسبه ضايقني جدا. ايه؟ وده دايما اللي بعيبه في اولياء الامور. ده في المهرجانات؟ كان عندنا ماتش ودي واحنا بنلعب، لا ماتش ودي عادي. ماتش ودي. فاتفاجئت ان في ولد عندي اسمه محمد فتحي خلاص قدام بيلعب سترايكر راس حربه، اتفاجئت ان هو بيعيط في المباراه الوديه. فانا شايفه الولد وشه لتحت وعمال يعيط بيبكي والله العظيم يا اسامه. فضايقت جدا وانا واقف على الخط، فالولد ناديت له عمال يعيط ويروح الناحيه الثانيه مش عايز يجي. خلصت الشوط رحت جاي مطلعه بره الماتش، قلت له تعالى في ايه؟ قال لي بابا هيضربني بعد الماتش، اما اروح يضربني. انت متخيل؟ لا ما ينفعش. اللي حصل بقى ان طبعا الولد بيلعب جنب الجمهور، فطبعا اولياء الامور جنبهم، فطبعا بابا تقريبا زعق له او عاتبه في حاجه، فالولد بابا قال له هروح اضربك في البيت. انت متخيل؟ فيا جماعه اولياء الامور انا يعني يا ريت يسمعوني كلهم، وده انا قلت لهم طلعت على الخط. خلي بالك الانتقاد العنيف ده ممكن ياثر على الولد. انت متخيل؟ ما يجيبش معاه ايجابيه. ولد يكلم ابنه بالمنظر ده في الملعب يخليه الولد يعيط بالمنظر ده. فطبعا انا يعني طلعت ادور على ليه الامر ده كان مشي ساعتها. كنت يعني كنت اتضايق منه جدا وهعمل معاه مشكله طبعا. ما ينفعش يتكلم مع ابنه بالمنظر ده. ده الخطر بقى، ان انت دايما انت كولي امر عايز ابنك توجهه مثلا يقول له، تخيل بيتكلموا معايا ان هو بيقول له حط جول ما تبصيش لحد.
لا 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 انا خلاص انا كلمت الكابتن جمال السيد وكابتن تامر حفري في النقطه بتاعه التعامل اولياء الامور. قال لي دايما كل فتره بيبقى عندنا اجتماع مع اولياء الامور دايما بنتكلم معاهم في الامور دي. والله يا اسامه تحس ان دايما ان في حاجه مشكله عندهم. طبعا كل ولد كل ولي امر بيشاف ابنه احسن لعيب عنده بالنسبه له، بس انت بتوجيهك ده انت بتضره ما بتفيدوش. تمام خلاص. فدايما خلي يعني اصحاب الامر قولي الامر هم اللي يتكلموا. يعني انا راجل ليش معلش، انا راجل لعبت سنين في الكوره وراجل مدرب، فسيبني انا اتعامل مع الولد كويس. تمام. انت مش هتفهم، خليك انت حضرتك مهندس استاذ، خليك في شغلك. تمام فاهم. فلازم دايما نبقى عندنا الفكر ده. يا اسامه هنروح دلوقتي نشوف مع حضراتكم خريطه الاسبوع القادم على الشاشه النصراده مع حضراتكم دلوقتي. فرق القطاع مواليد 2005 يوم السبت، الاهلي والشبان المسلمين دوري البراعم. مواليد 2003 السبت، الاسماعيلي والاهلي مباراه من العار الثقيل بطولة الجمهورية الناشئين. مواليد 97 مصر المقصة والأهلي بطولة الجمهورية الشباب. مواليد 2000 يوم الاثنين الأهلي وعين الصيرة بطولة منطقة القاهرة. مواليد 99 يوم الخميس 6 ديسمبر سموحة والأهلي بطولة الجمهورية الشباب في سموحة. مواليد 2004 الجمعة الأهلي والنصر بطولة منطقة القاهرة. مواليد 2001 الأهلي والمقاولين العرب ومباراة من العار الثقيل في بطولة الجمهورية للناشئين. كابتن شريف عبد الفضيل نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ان شاء الله خلال الفتره الجايه شرفتنا ونورتنا. شكرا يا اسامه، انا سعيد بوجودي معاك وان شاء الله من نجاح لنجاح. شكرا لك. هفضل واقف في صفه لاخر الزمان، في الشده انا برضه في ظهره، انا ليه درع الامان. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.